بيروت تتخرج، هل هي بدأت تسلم هويتها لفريق آخر؟ لأنها صوت ملوائح الأخرى كمان؟ هل هي بدأت تصوت لناس أنتوا بتعرفوا تاريخهم من سنة الألفين بس ما صوتوا أو نزلوا على الانتخابات، وإن كانوا واقفين بهديك الانتخابات مع المصاري السوري اللي يقولوا أنا عن مخزومي؟ هون في موقف واضح. سعد مخزومي ولا مخزومي؟ اللي بدك.